الحاجة التانية اللي هنبدأ إن إحنا نفرزها السنة دي البصل. بصل يا لونا ده يعمل مادة مسرطنة، هو إحنا مش هنفرزه ني؟ أنا هفرزه مستوي. طب ما أنت بتعملي خلطة المحشي وبتسويها وبتشيليها، بتعملي لحمة ببصل وبتشيليها، معنى كده إن اللي بيحفظ البصل في الفريزر هو التغليفة بتاعته أو التسوية بتاعته، أنا مش هفرزه ني. طيب النهاردة البصل اللي أنا هفرزه محتاجاه أحمر. ليه؟ إحنا ليه بنفرز بصل؟ ما هو موجود يا نونا طول السنه. طب ماشي، بس احنا في رمضان بنحتاج خلطه محشي كتير، خلطه اللي هي الحاجات اللي هي بقى المتسبكه. البصل الاحمر ده ما بستخدموش للخضار، البصل الابيض هو للخضار بس ما بفرزوش، لان هو الخضار بيبقى معاكي ايه، يا دوب بتقطعي بصلايه يا دوب للتخديع، حطيتي عليها صلصه طماطم خلاص الموضوع انتهى. لكن الحاجات اللي بنحتاج لها بصل كتير هي تخديعه المحشي. ده انا بعمله لتخديعه المحشي، عندي حلة على النار او عندي ووك او عندي ايا كان اللي انت هتحمري فيه، بس زي ما بنقول كده هي مرة واحدة، شغلانة مرة واحدة. قطعي البصل حطي في الكبة، ممكن تعملي 5 كيلو 2 كيلو 3 كيلو زي ما انت عايزة، ويتحمر كله. وهنشوف دلوقتي شكله هيبقى عامل ازاي، وزي ما قلت لكم البصل ده والحاجات اللي احنا بنفرزها كلها دي اللي هستخدمها في رمضان. البصل الاحمر ده بس اللي يتفرز، البصل الابيض ما بيتفرزش لان احنا مش محتاجين ايه ان احنا نفرزه، احنا بنفرز الحاجة اللي هتاخد معانا وقت. بتجيبي 2 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو زي ما انت عايزه، قطعتي ونشفتي وبعد كده ضربتي في الكبه وخدتيهم كلهم. حبه زيت محترمين، يعني ايه محترمين؟ يعني حبه زيت كتار علشان يغلفوا لي البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الكميه دي؟ لما تدبل وتستوي خلاص الموضوع انتهى. حبة زيت حلوين كده، واروح منزله فيهم البصل واحمره اكني بعمل تخديعه محشي. يتحمر يدبل خالص اهو، بصوا علشان يتحمر اسرع بالشكل ده كده، ونبدا ان احنا نقلبه ونسيبه على النار، وكل شويه نقلبه لحد ما يبدا ان هو يتحمر ويوصل للون اللي انا عايزاه. طيب وصل للون اللي انا عايزاه، برجع بعد كده احطه على صينيه او صاج وافرده واسيبه يبرد خالص. وبعد ما يبرد خالص بروح جايبه بعد كده الاكياس الثلاجه، وابدا ان انا اعبيه فيها وابططه بالشكل اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، وابدا اقفله بالمكوى واحطه في الفريزر. عندي محشي خدت الكيسين على النار، طبعا هو الزيت موجود فيه فما بتحتاجيش ان انت تحطي زيت تاني، وفر عليك ان انت تفضلي تقطعي بصل وان انت يبقى عندك عزومه ولسه هتعملي تخديعه محشي، بيسهل عليكي خلطه المحشي قوي خصوصا في العزومات. بتسحبي البصل، سحبت الطماطم، الخضره في ساعتها بتبقى متقطعه، خلاص الخلطه خلصت معاكي، اسهل من كده مفيش. هنفضل سايبينه على النار ومعليين النار عليه علشان يتحمر معانا، رشينا عليه شويه ملح، وفي نفس الوقت هيبدا ان هو ياخد اللون معانا، ونشوفه في اخر الحلقه شكله عامل ازاي. شايفين البصلايه بتتحمر معايا ازاي؟ انا عايزه ان انا احمرها كتحميره المحشي، كالتخديعه بتاعه المحشي، مش ان هو يبقى ابيض بالشكل ده كده، لسه عليه بالشكل ده. رشه ملح مع حبه زيت محترمين وتمام وزي الفل. مجرد ما بيوصل اللون اللي انا عايزاه دوت، مش عايزاه يبقى اغمق من كده، بروح جايباه وحطاه في صاج او في صينيه ايا كان كده، واسيبه يبرد خالص، وابدا بعد كده اعبيه في الاكياس بالكميه اللي انا عايزاها او اللي انا هحتاجها في كل تخديعه انا هعملها. اهي بالشكل ده كده، بالمنظر ده. لو انا بقى عايزه اعمل بقى طاجن لحمه ببصل وعايزه البصل فيه يكون دايب، اروح واخده منه ايه كيس او كيسين على حسب الكميه اللي انا هفرزها. هعمل تخديعه محشي اروح واخده منه نفس النظام، مسهل عليا خالص. طيب